عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. الفيديو ديال اليوم هو فيديو متنوع فيه بزاف ما يتشاف، دويرة معايا في الكورتينغلاس، مشتريات صحية قديتها بغيت نشاركها معكم. درت كريمات ديال اللوز وديال البندق وشوية ديال التنظيف بسيط وخفيف، يعني واحد الروتين ريلاكس. يلا بقاو معايا حتى الاخر الفيديو، ما تمشيو فين. صراحة الكورتينغلاس فيه بزاف ما يتشاف، فاش كتمشي تما كتلقاي جميع انواع الالكترودوماستيك ديال الدار، الملابس، الالات الكهربائيه، لي برودوي ديال التجميل، ليجيان، عندهم كل شيء تبارك الله. وانا كيعجبني نطلع لواحد لابارتي اللي هي خاصه بالمنزل، كيكون فيها ادوات التنظيف، كيكون فيها المسائل ديال الطبخ ديال الكوزينه، يعني كاع المسائل اللي كتهمنا حنايا العيالات بطبيعه الحال بالدرجه الاولى. وهنايا بغيت نشارك معكم المشتريات ديالي الصحيه اللي تقدمت من اتشي سيني. الصراحه مره كانت تقدمت تما، خديت طحين اللوز، خديت البودين ديال البروتين هذا كندير به بحال الفلون، خديت الشوفان دائما كناخذو لان كيستعملوه بزاف في الدار الزوج ديالي والبنات ديالي، وطحين ديال الشوفان هذا السافور ديال المذاق ديال الغيطه كريمه، وخديت هذه لا بروتين سيتوجينيك، هذه كتجي فيها الام سي تي اويل. الام سي تي هي 100% زيت الكوك، وهذه الاوميغا 3 الباستيات انا دائما كنستعملهم، وخديت هاد الجلوكو مانان هو فيبرة الكونجاك. هاد الباستيات ديال الجلوكو مانان هما فيبرة اسيوية جاية من شجرة الكونجاك، وكتساعد في انخفاض الكوليسترول وفي الحميات، يعني كتحسسنا بالشبع دائما، ما كنبقاوش كناكلو كل مرة، هي مزيانة في الحميات الصراحة. واللي ما اول مرة كيدخل القناة ديالنا، هذه قناة مشتركة بين لطيفة وسعيدة. الى عجبكم المحتوى والمضمون ديال القناة ما عليكم الا تشتركوا وتنخرطوا باش يوصلكم اي جديد درناه. بغيت نشارك معكم هاد الشويته اللي صراحه عجبتني بزاف، خديتها من الي اكسبريس، غادي نخليكم لوليان ديالها باش الى عجبتكم تمشيو مباشره لوليان ويديكم سميتو لوليان ديالها في السيت ويب ديال الي اكسبريس. ونشارك معكم عاوتاني هاد المعلقات اللي خديت ديال السيليكون، صراحه انيقين بزاف زوينين عجبوني في الي اكسبريس تا هما، غادي نخلي لكم لوليان باش تمشيو له مباشره. خديت كاع لا سيغي ديالهم، عاده كاين منهم اللي كيجيو في الفاز ديالهم، يعني كديرهم في الفاز، ولكن بما ان انا عندي الفاز ما بغيتش ناخذو. دونك فيهم الالوان، فيهم الالوان كثيره، تختاروا اللي على حساب لو تام اللي عندكم في الكوزينه ديالكم. انا خديت هذا اللون لانه كيتواتى مع كل شيء، وحتى فاش كنستعملوهم استعمالات عديده يعني ما غاديش يبان مثلا العطريه او لا دوك لي مانتوس اللي كيبقاو في السيليكون. وهاد اللعيبه هذه عجباتني بزاف فاش شفت في الي اكسبريس صراحه، هذه كننظموا بها الكابلس ديال الالكترودوميستيكوس اللي عندنا في الدار، يعني بعض المرات فاش كنجيو نغونجيوهم نرتبوهم في الدولاب كيتحل داك البريز ويعني كيوقع فوضى. دونك هذه طريقه للتنظيم، ها نتوما كما شفتوا ساهله في الطريقه ديالها، كنلصقها تما عندها واحد، كتجي معاها واحد اللصيصيقه كنلصقها كندور عليها البريز. هنايا راه صعيب باش اول مره كتدخلي البريز تما، ولكن الصراحه عجبوني بزاف. وك
كما قلت لكم هذا روتين خفيف وظريف، يعني ريلاكس ماشي شاق، بشويه بشويه. هنا دزت لهذاك المجر اللي عندي تحت لا فيترو، نظمو شويه ونحيد اللي ما كنستعملش، وهذوك اللي باقي لي سباتول ديال السيليكون اللي كانوا عندي في الحمر دوزتهم لهنايا باش حتى هما نستعملهم في الكوزينه. هنايا العلاقه ولا العلاقه ديال الزيبلوك رائعه جدا، حتى هي خديتها من علي اكسبريس. لاش كتصلح كنلصقوا فيها الزيبلوك، وهذه حتى هي فكره رائعه للتنظيم وكتساعدنا في الاعمال ديالنا ديال المنزل. دائما الفواكه الجافه كناخذها طريه يعني خضره، وكنحمرها في الاير فراير، كنغسلها كنديرها في الاير فراير، كنزيد لها الملحه الحمراء وكنحمرها حتى كتتحمر، عاد كندير ان ميكس ديال الفواكه الجافه كل اسبوع. هادو كناخذوهم في التنتمبي هكذا في الصباح اولا في العشيه مع طريفات ديال الفرماج، وكيجيو رائعين الصراحه بحال كاسكروت. بما انني كنت باغا ندير زبده ديال الفواكه الجافه ديال اللوز وديال الافيانا، قلت علاش لا ما نشاركهاش معكم. الطريقه سهله، انا ديالي ما كنكلفش راسي فيها الصراحه. اللوز كناخذو خضر كنحمرو كنطوسطيه في هذا في الاير فراير، دائما فاش نبغيو نوجدو شي حاجه شي اكله ولا شي شهيوه دائما نحطوا المقادير اللي غادي نحتاجو اولا المكونات اللي غنحتاجوهم قدامنا، هكا كنعرفوا شنو كنديروا، لان بزاف د المرات كنساو لي زانغغيديون كما كنقولوا.
وبطبيعة الحال كنطحنوا الفاكهة الجافة في الماكينة حتى كنحصلوا على القياس اللي بغينا حنايا. مثلا بغيتيها تكون مو او لا بغيتيها تكون مهرمشه او لا بغيتيها تكون طحينه. انا كتعجبني تكون هكا باش فاش كتكوني كدهنيها كتجي بحال الا منطقيه. والقياس اللي خديت من الفاكهة الجافة باش نعطيكم هكا كمقياس، اللوز درت 300 غرام والفستق 200 غرام، كيجي هكذاك في الساشي. هذاك الساشي ديال اللوز كان XXL اللي خديت من ليدل، صراحة من تما كنتقداه دابا لا القرقاع ولا اللوز غير من ليدل. والمكونات اللي درت في الزبده ديال لافيانا او الفستق، درت لها ستيفيا ودرت لها الزيت ديال الكوك. هاد لي كراكر اللي كناكلهم شريتهم من الكامبو ديال الكركمة وزنجلان، رائعين الصراحة. وكما قلت لكم هذا روتين ريلاكس، يعني ماشي فيه شقه بزاف، يعني درت حوايج مختلفه. كنت شحال هذه ما دوزت على الصرجم ديال الصاله، دونك استغليت الفرصه وبغيت نشارك معكم بهذه الماكينه ديال الفابورا. عندها بزاف ديال الاستعمالات، نقدروا ننظفوا بها النوافذ، عندها ريوس اخرين اللي يمكننا ننظفوا بهم الحمام. دابا نشاركهم معكم في فيديو اخر ان شاء الله. زعما التنظيف كيكون بالفابور كيعقم وكيحيد اي طبعه في الكريستال، الصراحه النافذه كتبقى النتيجه ديالها غزاله. دوماج هنايا في التسجيل ما لقيتش كيفاش نسجل باش تجي الصوره واضحه، لان كيطلب كيضرب داك الشعاع في الكاميرا ديال التليفون وما كي يعني ما كنشوف ما كيبالكمش التنظيف كيف بقى. راه رائع رائع رائع، ما بقات حتى شي خشه في الزاجة. وشكون اللي في حالي فاش كيمسح السراجم وكينقيهم من بعد كيطيح حتى سبحان الله. دائما انا عندي مجربه، اللي في حالي تخليها ليا في الكومونتير الله يعطيكم الستر. باش نكونو كنمسحو النوافذ او الزاج، المهم الكريستال بصفه عامه، دائما المسيح ما كنمسحوش من الفوق لتحت، كنمسحو ادغوات اكوش وكنبقاو هوادين هكا. الزاج ما كيبقاش فيه لي طاش، ما كيبقاوش المانشاس، وما فاش كيبس ما كيبقاش مطبع. الى هنا الفيديو جاء على النهايه ديالو، نتمنى يكون عجبكم الفيديو، روتين خفيف وظريف. نخليكم في امان الله. الى عجبكم الفيديو شيروا له بلايك وخليوا لي ميساج. شكرا على المشاهده بزاف بزاف، والى فيديو قادم ان شاء الله. خليكم في امان الله.
مع السلامة.